نبيل مرة أخرى. الشركات النفطية في المحافظة نتابع بين الحين والآخر بأن هناك تظاهرات كبيرة، وعادة ما يطالب شبابها بأنه يكون أكو توظيف داخل هذه الشركات. هل وصلت إلى حلول أم أن يعني لم تعد تستوعب أعداد زايدة أو زايدة من الشباب؟ نعم، هذا الموضوع موضوع جدا مهم، ويعني أنا سعيد أنه أنت طرقتي له، لأنه إحنا لازم نبدأ من جذر المشكلة. جذر المشكلة هو شركة الوسط، نفط الوسط. نعم. إحنا نفط الوسط بها 97 96 إلى 97% نفطها من واسط. نعم. يعني 3% فقط اللي هي موجودة من غير واسط. لذلك احنا كنا مطالبين في زمن السيد حيدر العبادي ان تكون هناك نفط واسط، اسوة بنفط ميسان، نفط ذيقار، ولكن هذه المراوغة اللي صارت من ذاك الوقت من 2017 تقريبا بالشهر الثاني ولحد الان ما صارت نفط واسط بسبب الموظفين اللي موجودين في شركة نفط الوسط، لانه كلهم موجودين في بغداد ولا يمكن ان ينقلون الى واسط، وهذه سببت لنا مشكلة كبيرة انه احنا ما يكون اكو نفط واسط، لان لو كان اكو نفط واسط كانت اكو ظروف حقيقية وارض خصبة وملائمة لتوظيف شبابنا اللي موجودين هنا. احنا طلبنا من السادة في وزارة النفط التوضيح وتزويدنا بموظفين اللي موجودين في حقلي الأحدب وغاز بروم وهذه الأعداد اللي موجودة من العمالة الأجنبية والعمالة العراقية. نعم. يعني حسب كلامهم يقولون لا ماكو هيك شيء، انه العمالة الأجنبية ما تشكل 20%، لكن أنا متأكد انه الموضوع أكبر من هذا وأكثر من هذا، ولكن التعاون الوحيد اللي موجود بيننا وبينهم هو انه هم يرفعون الدرجات الوظيفية، بعض الدرجات الوظيفية يرفعوها انه إلى مكتب تشغيل شكله السيد المحافظ في واسط، وهذا المكتب يعني بتعيين الشباب، ولكن بالشهر ممكن أن يكونوا اثنين أو ثلاثة أو خمسة مو أكثر من هذا العدد، وبالتالي يخضعون إلى تجارب وإلى اختبارات يترشح من عندهم، لكل 10 رشحهم يرشح واحد، يعني كان الاتفاق بهذا الشكل. هذا التعاون الوحيد اللي موجود، أما التعاونات الأخرى فأعتقد ماكو أي تعاون بيننا وبين النفط الوسط نعم. اللي هو يلزم دفة هذه الحقلين اللي موجودة في طيب محافظة. بالنتيجة هل هناك من الممكن ستكون إجراءات أخرى أو إجراءات جديدة تتعاملون وفقها حتى يعني تقومون بدعم الشباب وتوظيفهم داخل هذه الشركات؟ أن الأمر لا يتعلق بالحكومة مثل المحلية؟ مثل ما وضحت لحضرتك احنا لا مثل ما تفضلتي وتفضلت قبل شوية بالموضوع، أنه إحنا طلبنا أن يزودونا بالعمالة اللي موجودة عندهم في داخل حقلي الأحدب وحقل غاز بروم، حتى نعرف كم العدد العراقيين اللي موجودين في هذا المكان، واعتقد يفترض أنه خلال هذا الأسبوع القادم راح يزودونا بهذا الموضوع بالأعداد، حتى على ضوءها راح نقدر نقرر. وكان أكو توجيه شديد اللهجة من قبل السيد المحافظ في حل هذا الموضوع بشكل جدي وإيجابي إن شاء الله.